الشخص الثاني قعدت برا، ابن الصغير وابن ابنه. قعدنا برا، يوم قعدنا شويات نادت لي فوت ما رضيت تاني. قلت تعي لهون احسن القعدة هون. طلع صوت الصاروخ. سمعت انت صوت الصاروخ؟ سمعنا صوته. اول ما يطلع له صوته. يوم طلع الصاروخ تغرف انت على الدار بدل نركض، انا ما لحقت. فجر الصاروخ بحدي. اجى جنبك برا يعني؟ تقريبا من هون وسؤال. فجر الصاروخ. رجلك كانت مكتور بس الا وريد دم كان معدية. يوم ان شلته طويته قدام في مرات ثنتين صبايا يعني. واحدة منهم دغري غميت الثنتين من المنظر يعني. المنظر ثنتين، واحدة منهم غميت والثنتين ظلوني يبكي مسياح. سعفون على المشفى الميداني، انا ما تقبلوني غاد. قالوا لابوي معاك 6 ساعات، اذا لحقت الولد لحقته، ما لحقته شاتم بات رجله يا بالصفه من الدم. جابونا على الرمثه، بالرمثه استقبلوني هما، ما ظل شوي دم يعني شي اني بدي احكي وش صار شيله. قالوا صار طال شفره هيك صغيره بلش بالرجل. وانت صاحي؟ وانا صاحي. صرت اقول صار طوجه. قال يلا بنجني وخذوني على عمان غرفة العمليات. قال معاك خلال 10 دقايق لازم تعطوا الاختيار، يا يعني بطر يا يعني شيء الولد راح ي... بعدين من اتصلت علي سعاد، يوم اتصلت علي سعاد اجت لعندي بعديها صارت على رجلي. بعدين قالت لي استعمد بدي ظني عاجك لحتى الطرف. بعدين العملية زبها يعني العضلة قوية قلت رجلي مع التمارين هانديكاب وصنعوا لي طرف وركبوا لي اياه والحمد لله. صرنا نمشي من فضل رب العالمين، فضل سعاد وفضل أنس الحمد لله، مشينا الحمد لله. نشكر الهندي كان كثير الشكر له. مرة يوم أنا أول ما ركبت الطرف شطت فطبول فلتت الرجل مني طارق قلت يعني ما فيش أمل لو شو ما كان، بس أنا يعني صرت أتسجع عليها. أم يعني سعاد كمان ساعدتنا عشان نرميها لهناك. هلا بتضرب تحمل وزن على هاي وترميها بهاي. يلا مستحيل صعب. جرب يلا طلعة لك برجوع. طيب شو شعورك لما ركبت الطرف وصرت تمشي؟ شعوري اني صرت احسن من اول. رجعت انا تقريبا مثل اول. يعني رجع يوسف تبع زمان يعني ولا لسه في شوي؟ لا بعد في شوي بس الحمد لله. يعني الواحد لو شيء في شيء اشوف من شيء انا احسن ما راحت ايدي بغير ساي او يعني شغله ثانيه يعني بضل اشي اشوف من شيء. الحمد لله كنا نلعب مش بالاول لو عاد سعاده لو الواحد يشوف تعرف ليه الواحد يحس بعد بره.